هاي، اوكي. مستحية احكي وياكم لان صار لي يوم كامل سحب عليكم وما نزلتكمش اليوم. بس شوفوا شعري مبلل، شوفوا وجهي لابس البجامة، يعني اليوم هيك كفدها بالبيت. و anyway باكر راح يكون اكو سريات كلش حلوة ان شاء الله، وباذن الله راح اصور لكم فيديو يوتيوب، فيس خليكم متحمسين، يعني باكر راح يكون يوم كلش حلو ان شاء الله. ما شاء الله عليكم، ايش كنتوا بيهينك وبيكم كتبتوا لي بالخاص انه شبهنا عيش النفخات. حرفيا اني هم ما اعرف ليش شايوني، بس اعتقد من قلة النوم، نومي صار كلش مخربط. ف علي معهم ومدري شو الحكي هذا. فاليوم انا وكوكي رايحين نشوفهم، فبدي منكم تحزروا مين هن الاشخاص اللي احنا رايحين نشوفهم حاليا. شوفوا كرايك الكبير وصغير على قدها معهم. حرفيا انا اصغر وحده بين الكل، حاسه الكل عم بيعامل لي معامله هيك حدا كتكوت كثير. حدا صغير انا انت لما كارولين شو رايك بالمعامله؟ بعيد حاسه حالي اصغر حدا كيف عم بيعاملني شكل كتكوت. بس والله هي بالحقيقه يعني انا كنت اشوفك بالفيديوهات وهيك، بالحقيقه انت جدا جدا هيك كثير كيوت كثير هيك وشي كيوت، يعني ما بعرف كيف بدي اوصفه، ما بعرف. حكيت هذا الشيء قبل يعني قبل ما نصور الستوري وهلا صح؟ يعني ما عم نتصنع ولا في تصنع ابدا، ترى الستوريات هيك عم تنزل.